تتحول الآن إلى شبكة مراسلين في العالم العربي. من تونس نبدأ بمراسلنا سيف العامري. سيف، ما المتوقع من هذا الاجتماع لمجلس الأمن مع الرئيس قيس سعيد؟ نعم يوسف، إذن منذ الأمس بلغتنا المعلومات حول اجتماع اليوم، وبالفعل بدأ الاجتماع منذ قليل مع وفد عسكري طبعا من أركان الجيش التونسي، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، طبعا مجلس نواب الشعب، وأيضا أعضاء بارزين من الحكومة. الاجتماع سوف يطرح قضيتين في الحقيقة بالأساس. القضية الأولى هي طبعا المعدات الطبية والشبه الطبية التي يجب أن توزع على الكادر الطبي والشبه الطبي أولا، ثم على المواطنين ثانيا، خاصة مسألة الكمامات ووسائل الوقاية. المسألة الثانية التي ستناقش، وبالفعل التونسيين أو التونسيون ينتظرون بفارغ الصبر نتائج هذا اللقاء، لأنه سيكون حاسما في مسألة إما تمديد الحظر الصحي أو حظر التجوال والحجر الصحي العام، أو طبعا الانفتاح التدريجي شيئا فشيئا للبلاد. في الحقيقة الرأي العام يوسف في تونس منقسم بشكل حاد. فئات عديدة، خاصة الفئات الضعيفة والهشة، تريد العودة إلى الحياة العادية. أما طبعا طبقات أخرى خاصة الموظفين طبعا يؤكدون على ضرورة استمرار هذا الحجر الصحي العام وحظر التجوال، خاصة وأن المعلومات تقول أن العدوى أصبحت أفقية أي محلية، وأصبحت فوق طبعا أو العدد يرتفع على عدد الحالات المستوردة، حيث تم تجاوز مسألة الاستيراد 822 حالة، 37 وفاة، 43 حالة شفاء. هذا الواقع الآن في تونس. إليك يوسف.